بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبيبي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده زي بنشارك مناسباتنا الحلوه مع بعض، انا ما عندي مناسبه خاصه جدا وجميله جدا وعزيزه على قلبي جدا جدا. طبعا بحتفل بقدوم الجميله والكيوت جدا جدا مليكه محمد اشرف. بقولها انت جيت نورتي الدنيا يا حبيبه قلبي، ربنا يبارك فيك ويحميك يا رب وخليك البابا والماما. بقول لباباها الباشمهندس محمد اشرف، بقول له ألف مبروك يا حبيب قلبي، واللي جاب لك يخلي لك يا رب وتفرح بيها وتشوفها يا رب قد الدنيا، وربنا يحفظها يا رب، اللهم امين. بقول لمامتها نورة، بقول لها ألف مبروك يا حبيبتي، وربنا يخليها لك يا رب وبارك لك فيها ويحفظها يا رب، اللهم امين، وتشوفها عروسة قد الدنيا، ربنا يخليها لكم يا رب ويخليها لنا. وبجد احساس حلو جدا جدا، مش عارفة الواحد مش عارف يعني يعبر يقول ايه. ربنا يخليها يا رب وبارك فيها يا رب، اللهم امين. طبعا بقول لمحمد تاني ربنا يخليك لي يا حبيب قلبي وما يحرمنيش منك ابدا، وما تعرفش انا فرحانه لك قد ايه. محمد ابني وحبيبي، ربنا يخليك لي يا رب وما يحرمنيش منك ابدا. يلا نتفرج بقى على الفيديو ونشوف الجميله جدا والكيوت جدا مليكه محمد اشرف.